لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي فيديو جديد يكشف أزمة الاحتواء في مباراة القمة. لسه مع ترند الأهلي الفريق يواصل تدريباته استعدادا للمقاولون. أما في الترند المحلي كروش يعقد مؤتمر صحفي اليوم. طيب حاجات كلها في الحقيقة مهمة جدا، خليني أقول لحضراتكم أبرز المباريات النهاردة اللي اتلعبت واللي بتتلعب واللي هتتلعب كمان في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمرحلة النهائية اللي تأهل مباشرة لكأس العالم إن شاء الله. فالنهاردة اتلعب ثلاث مباريات حتى الآن، زيمبابوي مع إثيوبيا التعادل 1-1، جمهورية الكونغو فازوا على بنين بنتيجة 2-0، اللي بيقودها الكونغو بيقودها مين كوبر فتأهل خلاص للمرحلة النهائية للتصفيات. ومدغشقر مع تنزانيا التعادل كان إيجابي 1-1. في ماتش هيتلعب الساعة 6 ما بين مالي وأوغندا، مالي تأهلت خلاص وأقوى خط دفاع وبيشارك دايما نجمنا المتألق أليو ديانج بشكل أساسي في مباريات المنتخب. ده ماتش هيكون الساعة 6. الساعة 9 ماتش ناري وحاسم في التأهل ما بين غانا وجنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا متفوقة على غانا في صدارة المجموعة بفرق 3 نقاط، فالمباراة هتكون في غانا، ماتش صعب جدا على الفرقتين. وأيضا الساعة 9 بالليل سنغال مع الكونغو. فيما يتعلق بمباراة جنوب أفريقيا، يعني في شكوك حول بيرسي تاو، هل هيشارك في هذه المباراة ولا لا؟ لأن هو لعب المباراة اللي فاتت وخرج كده، اشتكى من إصابة بسيطة، فهنشوف آخر أخبار بيرسي تاو إيه في مباراة جنوب أفريقيا النهاردة. ده بخصوص مباريات اليوم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.